عليكم، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم في هذا الفيديو هذه غادي نشارك معكم شنو حضرت الوليدات يخدم معهم في الحفله نتاع راس السنه اللي داروا في المدرسه، والهدايا اللي حضرتهم المعلمات ديالهم. بالنسبه للاكل اللي غادي ياخذوا معاهم وليداتي، حضرت لولدي التورتيلا غولي بسمك السلمون، فيلادلفيا المنسمه بالاعشاب، وسلطه الريكولا كتجي رائعه بهاد المكونات هادو. المهم غادي نشارك معكم الطريقه كيفاش كنحضرها، راه سهله جدا وكتجي لذيذه وسهله في التحضير. وبالنسبه لبنتي صوبت لها ميني هامبرغرز. بالنسبه لهاد الخبيزات هادو كيتباعوا واجدين في الليدل، رائعين في الصراحه البنات. الخبز ديالهم كيكون مفشفش وخفيف بحال اللي كنصاوبوه في الدار. هاد العلبه هذه كتباع مع الكرواسون، حتى الكرواسون ديالها زوين بزاف، يعني سهله الواحد الا كان مقلق. والشكل ديالهم حتى هو زوين، جايين ميني. بالنسبه للهامبرغر غادي نحتاج الكفته. هنايا كيف ما كتشوفهم درت فيها قزبر، معدنوس، العطريه اللي كتحتاجها الكفته، والبصله والثوم بطبيعه الحال. غادي نحتاجوا الفرماج شيدر، وعندي الكمكمر، السلطه، وبطبيعه الحال الخبز ديال الهامبرغر ولي طوماط سيريس. بالنسبه للكفته كيف ما كتشوف معايا، هاد الطريقه جد عمليه. كناخذ واحد البلاستيك وكنوضع في وسطو الكفته وكنورقها بالوراق، هكا كتجيني سهله وكتجي في نفس السمك، كيكونوا بحال. بالنسبه لهنايا خديت واحد المرشم وغادي نطبع به باش يجيوني الحبات متساويين ديال الكفته ويجيو على الحجم ديال. بطبيعه الحال هي الكفته فاش كطب كتجمع، يعني المرشم اللي غادي نرشمو به يكون شويه كبير على الحجم ديال هذوك الميني هامبرغرز، عفوا ديك الخبيزات ديال الهامبرغرز. هنايا بالنسبه للكفته شويتها في الفران، والكمكمر قطعته رقيق هكا رونديلات، والسلطه قطعتها حتى هي على حسب الحجم ديال الخبيزات ديال الهامبرغر. بالنسبه للطريقه راه كلشي كيعرفها ديال كيفاش كتشكلوا الهامبرغرز. هنايا بالنسبه للخبز كنفتحوا في الوسط، وكيف ما كتشوفوا معايا الخبز رائع خفيف من الداخل ومفشفش، انا عجبني بزاف. الاغلبيه الخبز ديالهم كيجيني لداخل مدقس، ولكن هذا رائع البنات. هنايا الطريقه راها سهله وواضحه. كنوضع السلطه، كنوضع من فوقها الكفته، وضعت الفرماج وكذلك الكمكمر من فوق. بالنسبه لي انا ما استعملت حتى شي صوص، خليته عادي لان ما عرفتش كاين شي اطفال ما كيبغيوش لي صوص. على هذا الشيء قلت نديرهم كاملين شكل واحد. وكيف ما كتشوف معايا خديت الكيردون درت فيه لي طوماط سيريس وسديت على هذا الشكل هذا. الطريقه نتاع التزيين كتبقى على حسب الرغبه، وهكا بهذا الشكل هذا كيجيو رائعين في الشكل ديالهم وراقيين. المهم انا غادي نستمر على هذا الشكل هذا حتى غادي نسالي الكميه كامله اللي عندي. وبالنسبه لهذا الخبز هذا قبل ما كتستعملوه هو راه كيكون فقط طيب واحد النص طيبه، وانتم كتزيدوا له واحد 6 ديال الدقائق كيطيب في الفران من الفوق ومن التحت على درجه حراره 200 درجه، وكيصيروا جاهزين، يعني ما كيستغلوناش شي وقت طويل. وكيف ما قلت لكم راه المذاق ديالو روعه. وبالنسبه للغولين تاع التورتيلا راه ما كان ما اسهل منه. دائما انا هذه كتعجبني، يعني من كنحضرها سواء في السلطات ولا هكا من كيكون شي مملحات ولا كديروهم معاهم، كتجي زوينه في الشكل ديالها وكذلك حتى في المذاق. هنايا كناخذوا الورقه ديال التورتيلا اللي كتباع جاهزه، وكندهنوها من الفوق باي فرماج يكون منسم، ماشي ضروري الفيلادلفيا، مهم اي فرماج. وتقدروا حتى تحضروه نتوما بنفسكم بالاعشاب والثوم والعطريه، كيجي لذيذ بزاف. هنا كنوضعوا من فوق السلطه ديال الريكولا، كتعطي واحد النكهه رائعه مع سمك السلمون، كتجي لذيذه بزاف. هنايا بالنسبه لشرائح السلمون كيكونوا مدخنين،
كنوضعوهم على هاد الشكل هذا وكنروليو الورقة ديالنا ديال التورتيلا. بالنسبة للتقطيع كيبقى على حسب الرغبة نتا اي واحد. انا كيعجبوني يكونوا رقاق في السمك ديالهم، كاين اللي كيقطعهم غلاضين عفوا، وكاين اللي كيقطعهم عوجين بحال التقطيع ديال الفقاص. مهم كيبقى على حسب الرغبة ديال كل واحد. غادي نسالي على هاد الشكل هذا حتى نسالي الكمية اللي عندي. كيف ما كتشوفوا كيجيو على هاد الشكل هذا من الداخل ديالهم، كنحاولوا اننا نقدوهم شوية بيدينا باش يجيونا على شكل دائري على هاد الشكل هذا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الهامبرغرز من بعد ما حضرتهم. كيف ما كتشوفوا كيجيو رائعين في الشكل ديالهم وراقيين، حتى المذاق ديالهم كيجي لذيذ بزاف، والاهم هو انهم ساهلين في التحضير ديالهم سيغتو بهاد الخبيزات هادو، ما كيشدوناش الوقت بزاف. وكذلك حتى هاد الغولي ديال التورتيلا كيجيو ساهلين في التحضير ديالهم، لا هكا كيحمقوا عليهم الوليدات الصغار، ولا حتى مع السلطه كنديرهم بزاف مع السلطات، ولا مع المملحات هكا كنضيفوهم، كيجيو لذادين بزاف. وكيف ما قلت لكم ساهلين في التحضير. هنايا غنشارك معكم الهدايا اللي حضرتهم للمعلمات ديال وليداتي. هنايا بالنسبه لبنتي كتكتب هي الكارتات ديال التهاني للتلاميذ اللي معاها والمعلمات، وكذلك ولدي حتى هو. هنايا بالنسبه لهدايا المعلمات حضرت لهم حلويات مغربيه كيحمقوا عليهم. بالنسبه لهاد الحلويات غادي نشاركهم معكم، حضرتهم بسهوله، ويعني غير في نهار واحد حضرت كاع هاد الشكيلات هادو. من بعد غادي نشاركهم معكم في القناه في يعني في وقت وجيز، تحضروا شكيلات مختلفه وكيجيو لذاد بزاف. بالنسبه لهاد العلب هادو دومونديتهم اونلاين، رائعين في الصراحه وكيجيو راقيين في المنظر ديالهم. قديت فيهم هاد الحليوات، وكيف ما كتشوفوا معايا هاد الكارطات هادو كنت خديتهم من اكسيون، شاركتهم معكم في القناه. ديت لهم هذاك الغيبون على شكل بابيون كيف ما كتشوفوا على هاد الشكل هذا، وفي الظهر ديالو كتبت الاسماء ديال المعلمات، ولصقت فيه هذاك النويقس ديالو، ولصقتهم على هادوك العلب. ما كتشوفوا معايا الشكل ديالها رائع، وهاد العلب هادو زادوا لها جماليه لهاد الحلوه هادي. بالنسبة لهاد الهدية فرحوا بها المعلمين بزاف. الأغلبية في هاد الوقيتة هادي كيعطيهم كهدايا الشوكولا، وهذه كانت شي حاجة اللي مغايرة. وبما أنه الهولنديين كيحماقوا على الحلويات المغربية، يعني كانت فكرة زوينة. بالنسبة للاحتفال في المدرسة داز أكثر من رائع، الوليدات استمتعوا بزاف سيغتو مين كيكونوا مجموعين وياكلوا مع بعضهم وينشطوا، شي حاجة اللي زوينة. وكيف ما كتشوفوا معايا جميع الوالدين حضروا شي حاجة، والحاجة اللي كتعجبني بزاف فيهم انهم اللي كيحضر شي حاجه كيكتب فيها انها حلال او لا ماشي حلال، باش هكا اولاد المسلمين ما ياكلوهاش، والمعلمين كيكونوا حريصين على هذا الشيء. يعني الوالدين اللي كيتخوفوا من هذه المساله لا داعي انكم تخافوا، بزاف ديال التساؤلات اللي كيكونوا كنشوفهم على هذا الشيء، ما عندكم مناش كتخافوا. سبحان الله، يعني كيكونوا المعلمين حريصين بزاف، وما كيخليوش اولاد المسلمين انهم يقربوا من الحاجه اللي ما كتكونش حلال، كيبعدوها عليهم. والوالدين الاغلبيه كيعملوا اعتبار المسلمين، دائما كيديروا الحاجه اللي كيختاروا اللي كتكون حلال، قليل اللي كيصاوب شي حاجه ولكن كيكتب فيها بانها ماشي حلال. بالنسبه للوالدين اللي كيتخوفوا من هاد الحفلات تاع راس السنه، كيتخوفوا انها يكون فيها شي شعائر دينيه ديالهم، بالعكس كتكون احتفالات عاديه، كيحتفلوا الوليدات مع بعضياتهم، كياكلوا كيضحكوا كيلعبوا فقط، يعني ما كتكون حتى شي حاجه على الديانات ديالهم. يمكن كتكون في المدارس المسيحيه او الكاثوليكيه، ولكن المدارس اللي ما كيكونش فيهم الديانه ما كيذكروا حتى شي شعائر، فقط في الاخير كيقولوا لهم انكم تكونوا يعني فرحانين ان عندكم كاع هذا الشيء، وحاولوا انكم تفكروا في الناس الفقراء اللي ما عندهم حتى شي حاجه. هذه
اللي كتكون. انا دائما كنساعد المعلمات في هاد الاحتفالات هادو، كيعجبني نكون مع وليداتي كنسمعهم كاع شنو كيديروا، ويعني ما كيكون حتى شي حاجه ديال الديانات، ما تخافوا من والو. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ان هاد الافكار يكونوا فادوكم ويكونوا عجبوكم. الى عجبوكم اكيد ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم. الى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.